برعاية تونس بيت. EFM سبور سيف. تونس بيت أقوى من أقوى كوتا. ماضي 3-5 دقائق على EFM، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سبور سيف، حلقة 24 جويلية 2022. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا في كامل أنحاء الجمهورية، تحية اللي تابعوا فينا على الباج فيسبوك راديو EFM، الباج EFM سبور، والـ EFM TV على يوتيوب في بث متواصل 24 على 24. حلقة اليوم نحكيو فيها على الألعاب الأولمبية الشتوية ومشاركة تونسية محتملة في قدم المواعيد، هذا في بداية حصتنا. ثم عنا حوار مع لاعب دولي سابق لعب في الملعب التونسي ترجي الإفريقي الرجاء مع تجارب قطرية، باش نحكيو على مسيرته، باش نحكيو على الكرة في تونس ومشاريعه المستقبلية في عالم كرة القدم. سبورسيف من ماضي 3-4، مرحبا. انتم تسمعوا في EFM سبورسيف برعاية تونس بيت على EFM أحلى راديو. شكون معك؟ مامين جلانزا في الميكرو، ويسام في الإعداد، عزة في الإخراج، يهب في EFM TV. وقبل الحديث على الرياضات الشتوية نحب نرحب بضيفي اليوم، لاعب الترجي الإفريقي ابن شبيبة منوبة، الملعب التونسي، تجارب قطرية، رجال بيضاوي الدولي السابق، جينارو غاتوزو، الكرة التونسية، يتميز بالجرينتا والاندفاع، مشاكس أحيانا. خالد القربي مرحبا. مرحبا أمين، وميرسي على الانفيتاسيون هذه، سافي بليزير، ميرسي بوكو. ابن الدار انت عاد. اي انت في فيلم من 2014. محمد الخماسي، نعيم اساسي، سيف الله المحجوبي، سلموا عليهم الكل. سلموا عليهم الكل. سعداء جدا بحضورك، شكرا على تلبيه الدعوه. ميرسي عايش. انت كنت غايب شويه الفتره الاخيره، رجعت بتجربه اعلاميه سنات ونحكيوا عليها اكثر بعد مع عمار الجمال زميلنا في EFM، فرحانين برشا انه انت حاضر معنا. خالد، وقبل ما نحكيوا معك انت، قبل ما نبداو حوارنا، نحكيوا على رياضه بعيده علينا شوي، هي الرياضات الشتويه والالعاب الاولمبيه الشتويه. تونس لم يسبق لها المشاركه في الالعاب الاولمبيه الشتويه، الالعاب القادمه الاولمبيه الشتويه للشباب ستكون في كوريا الشماليه في بيونغ يانغ بلاد كيم جونغ اون. تونس منتظر انها تسجل اول مشاركه في الالعاب هذه، كل التفاصيل من عند إيهاب عياد من لجنة تطوير الألعاب الشتوية صلب اللجنة الأولمبية التونسية. إيهاب مرحبا. مرحبا عصام أمين، شنحوالك؟ شنحوالك أنت إيهاب؟ سعادة جدا بتدخلك معنا اليوم. إيهاب، مؤخرا أنت كنت في بيونغ يانغ رفقة مجموعة من الشباب التوانسة أفونغو قولوا للألعاب الأولمبية الشتوية، كان تحكينا على الإكسبيريونس والتجربة إيهاب. بيان سور، اول حاجه عباد نقول لك الايام ماهيش بيونغ يانغ الكابيتال نتاع كوريا الشماليه، احنا مشينا للبيونغ شانغ. بيونغ شانغ هي بيونغ شانغ اللي هي معناتها بلاد وين صاروا الالعاب الاولمبيه الشتويه في عام 2018. دونك في كوريا بيان سور جنوبيه. دونك جانا استدعاء من اللجنة الأولمبية، فما بروغرام تابع لكنوا، جمعية الكوميتي ناسيونو أولمبيك أفريكان، جاهم سدعة من كوريا جستمون الجنوبية. كوريا تحب تعاون بلدان جايين من الأفريق باش يشاركوا في الألعاب الأولمبية الشتوية اللي باش يصيروا جستمون في بيونغ شانغ عام في كوريا الجنوبية، نعتذروا على الخطأ، قلنا كوريا الشمالية الجنوبية بيان سور، عام 2024. دونك جاني الاستدعاء من اللجنة الأولمبية، بروغرام بالحق مفخم عالمي، جاتنا انفيتاسيون باسم تونس بشينا جمعتين من 28 ماي حتى أول جوان، حصلوا جمعتين من ديبي جوان، ثمانية صغيرات توانسة من تونس، لميتهم من السويد، من فرنسا، حصلوا من الغزو متاعي، ما تعرفني أنا ولد اللوكي سور غلاس ومعتها ولد الدومين، حصلوا دونك لميت اون ديليكاسيون دو ثمانية صغيرات وبشينا البيونغ شانغ. لقينا روحنا في بروغرام مفخم ياسر، معناتها موجودين 14 بلدان من الأفريق،
على هما الجزائر، تونس، سيراليون، اثيوبيا، السودان، ساوث افريكا، نيجيريا، حسيلو برشا بلدان، 90 زائرات. ولي كوريان معناتها عملونا انيسياسيون على 6 رياضات شتويه، اللي هما لو سكي، لو سكي البان، لو سوا سكي، لو سكي دو فون. حسيلو بروغرام مضخم ياسر مع لي فيدراسيون كونسيرني بوندون 2 سيمانز. والوبجيكتيف نتاعهم اللي هما باش يشجعونا وباش يعاونونا، كان يلقاو في هذوما في التسعين زائرات اللي جاو يلقاو شكون عنده بوتنسيال يوصلونا حتى ان شاء الله باش يوليو ناخذوا الكاليفيكاسيون نتاعنا. وقت تعرف مين واحد باش يمشي يشارك في الالعاب الاولمبيه ماهيش انفيتاسيون برا، لازم دي كاليفيكاسيون تبع دي كومبيتيسيون انترناسيونال. كاليف هذوما يصيروا كل قاره تصفي وحدها معناها للتاهل للالعاب الاولمبيه. وي اكزاكتومون، وي كل رياضه وحدها، كل رياضه عندها لي كاليفيكاسيون نتاعها. فما دي رياضات بالحق مسكرين كيما الاوكي سو غلاس مثلا ريزيرفي على ليليت مونديال، معناتها بالحق ما نكذبوش صعيب باش تلقى غدوه معناتها جمعيه تونس الهوكي على الجليد باش تشارك في الالعاب الاولمبيه، على خاطر سي ريزيرفي او توب نيفو. مام فما رياضات اخرين محلولين، وان فما دي كوتا بور لافريك، ونجمو ندخلو في لي كاليفيكاسيون هذوما. الاكثريه سافايت لو سكي دو فون وكل حكايه البوب سليج. باهي، قلنا انه فما 6 رياضات، 6 ديسيبلين جربتوا فيهم. باهي، فما بلدان اقل منا رياضيا شاركوا معناها في الالعاب الاولمبيه الشتويه سبق لهم المشاركه، علاش ديما تونس متاخرين نحن ايهاب؟ والله بالحق امين خذينا روتار كبيره، خاطر كي تشوف ليستوار التاريخ نتاع الالعاب الاولمبيه الشتويه بالحق كي تشوف لا بريزونس دو لافريك بلدان معناتها مش حكايه معناش ثلج ولا معناش، بالحق البلدان اللي باش نسميهم لك ما شاء الله مشاو ومازالوا يمشيو، لو كينيا، مدغشقر، توغو، نيجيريا، مصر، اثيوبيا، معناتها بالحق بلدان يحبوا يمثلوا بلادهم، يحبوا يمثلوا الالعاب الاولمبيه. بالحق ما تنساش اللي هي اكبر كومبيتيسيون في العالم، بالحق لي جوز اولمبيك سي سي اون كونسكراسيون، واحد اثليت في الكارير نتاعو بالحق معناتها سي اون اشيونس انترناسيونال امبورطون. دونك فما بلدان كي فون لي زيفور. باهي، النقطة هذه تحكي لي أنت على الزفار والمجهودات، تواصلتوا مع الوزارة؟ فما ممكن وعود من الوزارة أنه ياخذوا اون شارج ممكن صغيرات هذوما، أنه فما نية للمشاركة والدعم، يعني دعم الرياضيين اللي ماشيين إن شاء الله الألعاب الأولمبية الشتوية؟ والله هذا البروجرام اللي جبت عليك الدعم كله جاي من كوريا الجنوبية. ما عندناش دعم من اللجنة من الوزارة اليوم. أنا مانيش طالب دعم بالحق، لازم اليوم معناتها الوزارة واللجنة الأولمبية يعملوا كوميسيون كومون باش غدوة لازمنا نعملوا جامعة فيدراسيون دي سبور ديفير، باش لوكي سو غلاس يخدم على روحه، والباتيناج ارتستيك يخدم على روحه، وهذوما لي سبور ديفير أولمبيك زاد نجمو يخدمو فرد فيدراسيون، وهي معناتها الفورم جوريديك لا بلو سامبل، سي اون كرياسيون دو فيدراسيون دي سبور ديفير، جامعه للالعاب الاولمبيه الشتويه. دونك وي ان شاء الله، بيان سور بيان سور. اول حاجه نشكر محرز بوسيان على خاطر هو كلمني وهو قال لي ايهاب هذا معناتها جانا استدعاء من لاكنوا، انت في لوكي سو غلاس دومينك نحبك تخدم عليه. دونك بالحق عطاني لوبورتونيتي، الكذب حرام، مي ابخي سي سور كو غدوه لازمنا نخدموا مع الوزاره مع اللجنه الاولمبيه باش نعملوا كوميسيون ميكست، باش غدوه تصير بالحق جامعه للالعاب الاولمبيه الشتويه الكل. لوكي سو غلاس انا خادم عليه عندي اكثر توا من 5 سنين 6 سنين بالحق، معناتها تعب هذا الكل نحبه يوصل. دونك بشويه بشويه البروشين ايتاب ان شاء الله
يكون عندنا فيدراسيون دي سبور ديفير تو سامبلومون. باهي إيهاب، سؤال أخير فيما يخص ممكن العقليات في تونس، أنه ديما نميلوا احنا كرة القدم ورياضات الجماعية الأخرى، كرة اليد، كرة السلة، مؤخرا التنس، ممكن التونسي ولا يتابع التنس بفضل أنس جابر، العبيد ولا يتفرج في القاوي في أنس جابر. شنو عملتوا ممكن توما، ولا شنو ناويين تعملوا ممكن باش تجلبوا العبيد للرياضات هذه اللي هي نوعا ما بعيدة على ثقافتنا وعقليات؟ والله جو تقول التنس ما كانش في الثقافه، ولا في الثقافه صارت ايفينمون، صارت اون شامبيون، صارت حاجه. دونك بالحق لازم تصير حاجه في تونس. انا نتمنى امين بالحق باش تصير حاجه. لازمنا باتينوار، معناتها لازمنا الاستاد باش نشارك باش نلعب في لوكي سور غلاس، في الباتيناج ارتستيك. هذا لحاجتي من الاخر، انا ما نحب نتعرف الرياضه هذه كيما لوكي، كيما الباتيناج، كيما لي سبور ديفير. اما هاك تشوف لي مويان تاعبين شويه موجودين، جوست اون باتينوار حلوا برشا مشاكل. ان شاء الله الامور تتغير. هاك تشوف انت في المشاكل على مستوى البنية التحتية في عديد الرياضات. برافو للي تعم فيه ساعة إيهاب، وإن شاء الله تدخل أكثر في عقلياتنا ممكن الرياضات هذه. إيهاب عياد من لجنة تطوير الرياضات الشتوية في اللجنة الأولمبية، شكرا جزيلا ليك. حاضر معنا خل القربي باش نبداو حوارنا معاه، لكن قبل ذي إيناس ولنفو تخفيك على إيفام أحلى راديو. ماذي 3:18 دقيقة على FM، هذه سبورسيف. حاضر معنا اللاعب الدولي السابق خالد القربي. خالد مرة أخرى رحبوا بك. مرسي عايش خالد، بعد غياب طويل نوعا ما على المشهد الإعلامي على المشهد الرياضي، خالد يعود من بوابة كارتاج بلوس رفقة عمار الجمل برنامج تلفزي. فما برشا قالك شنو يعملوا زوز كورجية في برنامج تلفزي مثلا، وصار ما صار ونتفكروا وقتها حملة ممكن من الانتقادات. حملة كبيرة أكيد. باهي خالد، كيفاش تقيم التجربة مع كارتاج بلوس مع عمار الموسم الحالي؟ والله اكسبيريونس باهية، تعديت حلوة الحقيقة. كان صارت شوية مشاكل معناتها في التلفزة غاديكا، مش نحن المشاكل اللي نعرفوها نحن هذيك. أما الحقيقة برشا تفاعلات باهية، العباد عجبتهم، الناس كل ولات تسأل على التو ويسألوا وقتاش ترجع لميسيون. عجبتنا حاجة جديدة، مش معناتها كيما ليزيميسيون الآخرين اللي قلقنا منهم. حاجة ديكالي. حاجة أخرى اللي ما يعرفوش في عالم نتاع الجوارات وشنو تعمل معناتها اكسبيريونس باهية الحقيقة. واستغليتوا علاقاتكم أنت وعمار هكا؟ الحقيقة إلا استغلينا برشا علاقات، باش خاطر سي با إيفيدون معناتها برشا دي ستار باش تجيبهم إيميسيون تاع كورة، خاطر برشا يكلموهم هما البرود معناتها يخافوا، كي نكلموهم نحن ياخذونا بخاطرنا، ومن بعد ما تعدى الإيميسيون يبداو فرحانين ويقولوا والله إيميسيون خفيفة وحلوة. ان شاء الله تكمل، كان فما ايميسيون مع سيزون جديده ان شاء الله. علاش لي مستعد انه تعاود تجربه يعني في الكلام؟ تعاود تجربه اذا ما فماش الكوره، خاطر تو رجعت نقرا في الديجري نتاعي، كان فما اوبورتونيتي نتاع حاجه تبع الكوره، لا معناتها لافونتاج الكوره معناتها. وبالضبط كيفاش جاتك الفكره انه باش تخوض تجربه هكا تلفزيه وقتها؟ كيفاش تكونت؟ والله الحقيقه ما كانش برمج معين، كان برمج مع جوار اخر. طلبني عمار بديئه وقتها، قالوا لي ايش قولك؟ جيتي با 100%. مرتي بوسك هي تخدم في الدومين نتاع البرود نتاع الحوار وكل شيء، قالت لي اكسبيريونس باهية، جربت شجعتني الحقيقة، مشيت باهية. معناتها مشيت اكسبيريونس بتبيت انا وعمار، معناتها اصحاب القديم من الصغر نعرفوا بعضنا، دونك متفاهمين، معناتها نعديو لبعضنا، متفاهمين في كل شيء. باهي، حكيت على القراية، حكيت على الدبلومات، حكيت على تكوينك كمدرب. خالد يحضر في الكاف بي هكا ولا؟ خذينا الكاف سي، نحن نحن على فونتاج، هذوما اللاعبين اكثر ماتشات ايكيب ناسيونال، معناتها عندنا سيسيون وحدنا، خذينا الكاف سي تو نقراو في الكاف بي. ان شاء الله اللي مات هذوما نكملوا ناخذوا معناتها الاشهر هذوما ناخذوا الكاف بي وربي يسهل. معناتها بادر من الجامعه التونسيه لكره القدم، يعطيهم الصحه سي وديه، معناتها اللي هو حل لنا هذوما اللي جوار اللاعبين اكثر ايكيب ناسيونال، عاطين اكثر لبلادهم، لاعبين اكثر كوب دافريك كل شيء.
معناتها اكسبي معناتها ان شاء الله ناخذوا الكاف بي وتنطلق التجربه الكرويه معناتها ان شاء الله. باهي آه قلنا انه بيانتو ان شاء الله تاخذ الكاف بي بعد ما تحصلت على دبلوم الكاف سي. احكينا شويه على التجربه مع الملاعبيه الدوليين السابقين، ها فما صوره فريق الاعداد باش يعدي هنا مجموعه من ثله اللاعبين الدوليين نجم نسميهم معنا برشا فيهم، نلقاو وسام الدراجي وسام السلامي البلبولي هاب المساكني رياض البوعزيزي محمد سليتي يوسف الشرميتي الجزيري يوسف معاكم زاد يوسف يقرا فيها ياسين الشيخاوي زاد قائمه طويله. احكينا على الاجواء. والله واحد كي قصينا الكرة كي عملنا ستاج تو في الحمامات رجعت الذكريات نتاع كستاجيات قعدنا ستاج بجمعة ضحكة الحقيقة جروب محلي على الاخر عمنا معناتها تفرهدنا نقراو الصباح العشية نقراو نمشيو نعملو براتيك في تيران حمامات الحقيقة اكسبيرونس طيارة برشا ونتعلموا تعلمنا من بعضنا برشا برشا حاجات ان شاء الله تكمل الاكسبيرونس هذيا وان شاء الله معناتها الاكسبيرونس اللي عندنا كرويا واللي لعبناه واللي قدمناه واللي قدمناه الكرة التونسية ان شاء الله نوظفوها للصغيرات ولا كوم اونترينور ولا كوم ديريكتور سبورتيف. خالد اختار ثنيته وظاهر انه يحب يولي مدرب لا ممكن وكيل اعمال لاعبين كما شفنا برشا اتجهوا الاتجاه ذاك. خالد مدرب ما نحبش وكيل اما يا ديريكتور سبورتيف ساعتها برشا فلوس انا يخدم معايا واحد ما شاء الله يعمل في ليفيرمون بالتليفون بداو قاعدين يعمل فيرمون انا نحب تيران معناتها سواء ديريكتور سبورتيف ولا اونترينور بويس كان تو عندي اكاديمي متاعي تبارك الله في منوبه تعرفها انت نعرفها اكيد تعديت عليها باش معناتها الناس كل ماخذ عليها فكره طياره نزلتوا في جواريت لستاد تونيزان قبلوهم معناتها دونك نحب سور تيران معناتها نحب الخدمه سور تيران. في زملائك السابقين في المنتخب الوطني التونسي زملائك الحاليين في الدوره التكوينيه للمدربين شكون اكثر واحد تراه عنده ممكن البروفيل باش يولي مدرب هكا محنك شكون اكثر واحد تحسه هكا ينجم يكون مدرب الحقيقه بتبيع انا اياب اياب عنده الكاريزما بلبولي وسام يحيى وسام زين وسام السلامي ليه ليه ديريكتور سبورتيف وسام تخليه به كل الاصداء خالد وكل الاخبار اللي ديما يتحكي عليك انت تاو تقول انه خالد تبدل خالد ديما كان معروف بالاندفاع بالحماس خالد ولا عنده اكثر ماتوريتي يتقال هذا الكلام معنا في السنوات الاخيره خالد تبدل برش شنو هو السر صغر من الاول صغر تيش نتاع صغر مش تيش نتاع صغر زاد البوست نتاعي جدوى يدخلكم سامع انت الحقيقه عندي الافراط الزايد اما لازم نكون اجريسيف ولازم نكون هكاك اما كي تكبر بالاكسبيريونس تولي عندك اكسبيريونس تنضج تعقال تولي تخمل البعيد تولي يزي مشاكل يزي تبقى بختين الجمعية دي والجمعية دي كل الجمعية كل كيف كيف الروح الرياضية قبل كل شيء. به شنو الفريق ممكن اللي تحلم انه تبدأ فيه مسيرتك كمدرب استاد تونيزيان جمعية اللي بديت فيها كوروين وهي وصلتني اللي عملت كارير غاسايل تو ماذا بي انا تو جمعة اللي فات رجعت للبارك ستاد مشيت باش هزيت صغار متاعي عندي زوج جوارات ثلاث اربع جوارات هزيتهم غاديكا باش تستيو الحقيقة ما انت لحمي قشعر رجعت لك الاكسبيريونس القديمة اللي انا بديت في ستاد تونيزيان راه عام 97 رجعوا لي كل لي مومون هذوكم بوكوا با نرجع غاديكا لستاد تونيزيان وكان يكلموني انا سو بري باش نرجع معاهم. وبرشا مدربين ممكن بداوا مسيرتهم وحيروا حتى اساميهم بالملعب التونسي لانه حتى على مستوى الملعبيه حتى جواريت بيبينير نتاع جواريت ستانجيزيان ديما تلقى فيها الصغار وديما تلقى فيها معناتها الجمعيات الكبيره ديما تلوج الجمعيه الاولى تلوج عندها صغار هي الستانجيزيان. الملعب التونسي اللي يعود الى الرابطه الاولى مكانه الطبيعي بعد موسم وحيد في الرابطه الثانيه لكن على مستوى الاستقرار الاداري بون توا الملعب التونسي تفضلت نوعا ما المشاكل لكن ممكن ماديا هم عندهم مشاكل اما توا الهيئه الجديده اللي حسب نحكي عليها معناتها الكلهم اللي مومبر الكل الناس الكل تحكي عليهم بالباهي حتى البريزيدون الجديد قال لك ولد بارتو يحب يخدم اما ديما المشكله الماديه مش في ستاد تونيزيان المشكله الماديه بار ليسبيرونس الناس الكل عندهم مشاكل فهمتني
ان شاء الله تتحل المشاكل هذه في تونس نتاع الماديات، خاطر مشكله كبيره. معناتها جواريت ماهيش خالصه، جواريت تصرف على عائلاتها، معناتها ما تنجمش تي دوموند الجوار باش يعطيك 100% في ماتش ولا في اونترينمون ولا حاجه هو مش خالص، تلقاه عام مش خالص. راه فما جواريت في جمعيات كبيره لتوا اصحابي عندهم معاهم مش خالصين، برشا شاكين ويستناو في فلوسهم، برشا شاكين وبرشا برشا ماشيك، لازم يلقاو حل. ما تراش انه ممكن فما مسؤولين طلعوا البار برشا خال، يعني تو انا مثلا نراها من زاويتي انا، مثلا كان جيت ملاعبي يا خويا يعطيني مثلا 50 مليون في العام خير من اللي توعدني ب 400 ولا 350 مليون في العام. اي طلعوا البار حتى حتى الدنيا غليت، طلعت البار والدنيا غليت، تونس غليت. اما زاد اوكي نتفاهموا على 50 مليون وانا ما ناخذهم الجمله، ولا ليه معناتها ناخذهم، والا نتفاهموا على 500 مليون وما ناخذهمش ونمشي. ليه عاد انا نقول نمشي نصح على 500 مليون وما ناخذهمش ونمشي نشكي ناخذهم بعد في الفيدراسيون، نصبر بعد سنوات وسنوات. ما يسالش نصبر عليهم عامين ثلاث سنين ناخذ 50 مليون. باهي خالد، نحكي شويه على مسيرتك. ممكن شنو الاختيارات اللي نوعا ما في مسيرتك ندمت عليهم ولا ماذا بيك راك عملت حاجه غيرها؟ مثلا نقول مثلا ترانسفير هذا ما حقنيش عملته، جمعيه هذه ما حقنيش صححت فيها، مثلا شنو الاختيارات الغالطه ممكن اللي حق رجعتها في مسيرتك؟ والله يمين الحقيقه انا عمري ما نندم على حاجه عملتها الحقيقه. الجمعيات اللي مشيت لهم الكل ساتيسفي، فرحان بهم، فرحان على الاخر. وبالعكس ماذا بي راني كان زدت في اي جمعيه زدت اكثر عوام، معناتها مش هكاك الحقيقه. فرحان بستاتيني، فرحان ساعملو بمنوبه بعد ستاتونيزيان عشت فيها صغري. الاسبيرانس زيت مع تيترويت 13 تيتر. الرجي كان مازال مشاكل مع الكرور راني قاعد غادي كامريجل. الكلوب افريكان زاد عديت فيها موسم ممتاز، زاد مشاكل مع الناس كل تعرف مع منتصر اللي هو انا ويا الكورون سا باس با. قطر عديت فيها موسم باهي الحقيقه، تو عندي صحاب مع سامي وبعديك تبعت للوكره واني تو ماشي الكوب دي موند، صحابي الكل قطريين فرحانين، معناتها الناس الكل معناتها فرحانه، وصحاب قعدت صحاب معناتها عملت دي بون غولاسيون اللي تو قعدوا صحاب معايا صحاب بالكدا مع بعض. لكن ديما اوج مسيره خالد نقولوا من بين 2009 و 2012 الترجي التونسي مع فوزي البنزرتي مع نبيل معلول، شنو يميز زوز مدربين هذوما؟ الحقيقه فوزي بالنسبه لي انا بابا، خاطر هو اللي طلعني، هو اللي هزني الرجي، هو اللي سبب لعبت الماتشات مع الاسبيرانس، هو اللي رد في الجرينتا هذيك، زاد في ليكيب ناسيونال في انغولا، زاد هو غاسا لوي اللي لعبت وعديت ماتشات كبيره كونتر كامرون وكل شيء. نبيل جيم بعد خدمه فوزي لقى ليكيب اون مارش، معناتها ما تحبش معناتها بتبهتنا نلعب والجمعيه ماشيه، هزينا مع تريبلي تريبلي ستوريك. الحقيقه كل واحد عنده مانير نتاع خدمه، فوزي اللي ان بو دور في الخدمه في الفيزيك، نبيل خدمته عصريه كما تو ترى في مورينو غوارديولا اللي يعمل يسرع على 3 بيباتو فيزيك 3 جوان، خدمته عصريه ديما يقول هو يخدم على ستاف الارجي، يخدم ستاف ولا فوز يخدم وحده اللي يعرف البريباراتور لا شيء، وحده يتزك الستير يطلعك في الجبل يقعد يجري غادي. الحقيقه زوز من كفاءات الممرنين في تونس بالبالماريس نتاعهم هما اللي يحكي عليهم. فريق الاعداد حذر لك تصريح من فوز البنزرتي، كلام قالوا آلي كنتي كلام باهي بالطبيعة، نسمع فوزي البنزرتي شنو قال. أقول لك شيء، الإنسان كيف يحب العمل نتاعه ويحب الخدمة نتاعه تلقاه معناتها كيما ترى خالد قربي مثلا، معناتها يحب الربح، يحب يعطي يعطي كل ما عنده في الميدان، يعطي كل طاقاته وكل مجهوده وكل روحه، يحضر ماتشاته بطبيعة الحال مليح. أما قربي مثلا خرج مرة، معناتها كيف تشوفوا الاسلوب نتاعه وتشوفوا طريقه اللعب نتاعه، المفروض معناتها كل دور ثلاث ماتشات ياخذ فوزي البنزرتي. ذولي وقت التصريح على كاس افريقيا 2000 قبل كاس افريقيا 2010 2010 قبل كاس افريقيا فما ماتش عملت فيه 14 كيلومتر هذاك كونتر الكامرون وقت الماتش الاخير وقت في الدور الاول وعملنا 3 نول هذاك. بعد الماتش هذاك جيني انفيتاسيون او سي حمدي حي، جاتني انفيتاسيون من اتلتيكو مدريد، مش معناتها باش نلعب معاهم، جاتني انفيتاسيون ب 15 جور باش نعدي نقعد معاهم يشوفوني، معناتها تيست نقولوا بيريود تيست، مش تيست نعدي معاهم سي جور كان
15 يوم وما خلانيش وقت الفرصه. تيكو مدريد دور لي وقت يلعب فيها اغويرو. اغويرو وقت اغويرو يلعب فيها تيكو مدريد. علاش ما خليكش؟ ما خلانيش وقت نلعبوا على الكوب دافريك وقت لفاموس كوب دافريك تاع 5 بليس ما زلت. وكنت تحب تمشي انت وقتها؟ والله نحب بيسي فما يدمت. شنو جيك ديكليك في حياتك مره فهمتني؟ مره تجيك حاجه طياره ما جاتكش هذيك تقعد توخر وتيوب لجيب باش تمشي لقطر وخليج. شنو العروض ممكن ابار معناها اللي هو مش عارضه لكم مدريد لكن دعوه باش تجي؟ انا جوني برشا سي حمدي موجود. نحن نلعبوا كونتر تشاد كيب ناسيونال هنا. جاني البريزيدون تاع بورصة سبور بجيت بريفي نتاعو هو الديريكتور سبورتي. عام قداش هذا؟ عام 2010 تسمع فيا. جا وسي حمدي عطاهم رونديفو في اوتيل في وسط البلاد لهنا وجبد بهم ما مشالهمش قعدوا نهارين. قال هذه تونس ما جايناش. هذه بورصة سبور. بورصة سبور. شكون تلعب وقت تلعب اليوفا وقت؟ شكون اخر ممكن فرق اخرى حبت تتعاقد معاك بخلاف بورصة سبور؟ جاوني برشا جاوني وقت البريود البيك نتاعي ما بين 2009 ل 2011 جاوني برشا جمعيات. جاتني لوريون جاتني فرايبورغ جاوني برشا. ديما الترجي التونسي يرفض وقتها تسريح خالد القربي. انت جيت للترجي برشا فلوس خالد وقت الملعب وقت اول جوار في تاريخ تونس يتباع ب 800 مليون. بعثني ستاد تونيزيان ب 800 مليون وقت. ما عملش هذا شويه ضغط عليك بريسيون بما انه تبعت برشا فلوس وماشي للترجي اللي هو فريق برشا كبير من الاول؟ انا الاسبيرونس صعيبه تحب ولا ما تحبش. اما كانت امنيتي اني بعد ستاد تونيزيان نمشي ديريكت للاسبيرونس. معناتها مشيت الحقيقه نلقى طارق قدام بيفو 8 بيفوات ولا 7 بيفوات. انا دوم دخلت فيستير قال نحن ناقصين واحد منهم. قال نحن ناقصين زاد كملوا شريو بيفو ومشيت ليامات. شكون وقتها اللاعبين متوسط الميدان وقتها؟ سيف الله الحامي ادغار لوي السويسي اسمه اسكندر بالشيخ مجدي تراوي مشترك ذاك متاع مستير عاشور عاشور فهمتني. ومجدي تراوي لا مجدي بعد زي ما جاش فهمتني. وقعدت من الاول البريود الاولى 3 شهور ما نلعبش نترين ومن بعديك جا فوزي البنزرتي. ماتش الاولاني كنت الاسماعيلي هبطني ديريكت غاديك اللي ربحني بيلانتيات. من وقتها بديت الانطلاق به لقب 2011 خايبة 2010 مازيمبي ترجي وقتها دون شك اقوى فريق في افريقيا. 2010 و2011 هما فرد هي الفرد الليكيب تيب هذيك. 2010 ترجي مايكل 2011 ترجي يانيك. الفرق الوحيد اللي هو البونتا مع تدعيم ممكن فريق وقتها جبته جاب الترجي خالد مولي بنانا في السيف. يا بنانا خالد مولي اي ما تقوليش يانيك ومايكل. نحن في 2010 مونك ديكسبيريونس خاطر هي بدا جمعية مش خاطر على تاكم باش تبدل تسمع فيا ما هي شنو نحن في الالي ما عرفناش كيفاش كان سكرنا اللعب وما قبلناش الخمس اهداف كنا نجم نهزوها فاسيلمون. وترجي ربح مازيمبي وقتها في دور المجموعات 3-0 دوبلي مايكل رامو هدف دوبلي مايكل رامو وليش كونفرنس سنتر تيلوان. في 2011 نبيل عرف كيفاش يلعب مشينا للويدات سكرنا بالكدا بكدا لعبنا تروبي فو بريسك خمسه التالي سكرنا من ما 0-0 لهنا ربحناهم. شكون اقوى بين 2010 2011 ترجي 2010 2011 ما تقوليش شكون اقوى زوز كيف كيف. اما 2011 ربحنا الاكسبيرينس تاع 2010 اما كيف كيف تجربه اكبر لفريق 2011 به. شنو اللي خلاك تخرج من الترجي صيف 2012 الحقيقة سيء وقتها نحن الأوبجيكتيف تاعنا باش نهزو الكوب دافريك. وقتها 2011 بدات الكونترا نتاعي وعملت فيها كلوز ليبراتوار 1 مليون دورو. كي جاتني قطر جبت 1 مليون دورو وخرجت على روحي. لازم سيء كاو هزينا اللي تيتر كل كوب شامبيونا كوب اراب حسيت روحك ما عادش موتيفي وقتها مش ما عادش موتيفي كل الممكن نبدل شوية نجرب حاجة أخرى. يقال انه ديما انه كاس العالم للانديه خالد سبب خروجك من الترجي 90%. شنو صار توا ما تحكيت معني الفيرسيون؟ والله العظيم انا بدي كيف كيف كل واحد شنو يحكي لي وكل واحد يبعثني الواحد يقول لي شوف مع الرئيس يقول لي شوف المدرب ربي يدري كان سبب بوكا سبب رياضي معناها كيكا سبب لا امبوسيبل سبب رياضي. خير الكوب دافريك نتاع 2011 لعبت الكل الوحيد لعبها الكل والباس ديسيزيف من عندي نمشي من بعد شهر كوب دي مود نلقى روحي على البنك
بوند انتروغاسيون اخويا. انا مسامح اخويا دنيا واخر مسامح. باه معناها تقول انه انت تظلمت وقتها. بيان سور تظلمت. دي الناس كلها تتوا التوا جمهور الاسبيرونس. الناس كلها تنتظر في خالد القربي باش يلعب. فوالا التوا التوا يومنا هذا جمهور الاسبيرونس والناس كل يعرضني يقول لي بالله خالد عليه الكوب دي موند هذيك اللي نحن نقوموا له 6 نتاع صباح الصفر عليه ما لعبتش هنا. وانت ما عندكش الاجابه والله لا عندي ورس ولدي وبناتي لا عندي. باه صادق صادق من غير ما تحلف. باه مازلنا نحكي شويه على الترجي الرياضي التونسي. الترجي الحالي بقياده نبيل معلول يعود الترجي يعود نبيل معلول بلوتو للترجي الرياضي التونسي. ترجي والمنافسه الافريقيه تراه ترجي قريب في المنافسه الافريقيه مع فرق كيما الوداد كيما الاهلي. بون الاهلي يعيش مشاكل حاليا. الوداد الافضل بما انه الوداد هو اللي فاز باللقب. شنو ترى حظوظ الترجي في المنافسه الافريقيه؟ الحقيقه لازم يعملوا ريكروتمون سيبلي معناتها لازم بالنسبه لي انا لازم حسب متابعتك انت شنو لازم لازم ان ديفونس ميكرو خط لازم وارير جوش لازم ان ديفونسور ان ديفونسور سنترال دكدوك ترجم زي كي تعاقب لازم واحد اخر لازم واحد اخر يلزم يلزم انا تكون كاليبر معناتها كاليبر كيما قلت انت كاليبر يعني كيما يعني كيما مايكل كيما واحد معناتها انا تكون تاع ستاسيون كيما الاسبيرونس مسينسا تلعب معناتها واحد يشد كوره يستنى لي ميليو تيران يطلعوا ويستناهم باه تتوقع انه لي ريكروتمون هذوما باش يصيروا بما انه ممكن ما نعرفش حتى تشوف السوق نوعا ما كذا السوق ما فماش ما عادش فما المهاجم السوق التونسي ما عادش فما ما تاكديش بالحقيقه معناتها جوريت هما بيدهم قاعدين يدوروا هذوك هم معناتها الحقيقه ذاك علاش نعمل نداء انا معناتها تلاقوا شويه بالصغار تلاقوا باللي سون دو فورماسيون عارفوا شكون تحطوا عارفوا عباد عندها عين ما تحطوش نامبورت كي خاطر ماش فما جوريت تونسي اعطيني انت جوار تونسي تو طلع في الخمسه سته سنين ابار دالي بالرمضان اعطيني واحد صحيح ما بيدهم قاعدين عندنا ازمه في جوريت فهمت وهذوما جوريت الجزيريه هذوما تلعب عندك الحق تلعب وقد ما تحسبش ترونجي زاد هي لك في الكره التونسيه غير القانون تو في بالي ما تو نخدموا بيه عندنا 3 أو 4 سنين والحقيقه معناها بون باش نعطي رايي في الموضوع انه يتحسب اللاعب الجزائري لاعب محلي قطع خبزة برشا ملاعبيه توانسه معناها نحكيو في في ميلو تابلو هذاك اش قلت لك انا تو تلقى مثلا في شامبيونا في الاسبيرونس يلعبوا فيها 5 أو 6 ما عادش تعطي الفضاء ولا البوست الصغير باش يطلع يديفلوبي روحه معناتها يقول لك انا علاش هاني نترينا ناخذ فيه سالير وقاعد نعرف روحي مش نلعب في النهار لحد ما نعرف روحي مش نلعب باه التجربه القطريه خالد كيفاش تقيمها قلت انه علاقاتك به في قطر ممتازه الحقيقه السيليه الوكره ممتاز ممتاز معليش ما توصلتش ما توصلتش على خاطر الحقيقه وقتها حبيت نعاود نرجع لسبيرونس كلموني فهمتني في ديسمبر تفهمنا باش نرجع قلت برا خلينا نعاود نرجع نعاود النادي وكل قلت خممت على الكوب دي موند قلت ما ترشحوش كوب دي موند خاطر انا قعدت لي حاجه برك ما عرفتش كان كوب دي موند بالضبط تسلك عليه بعد كوب دي موند فهمت حسيت ورجعت في بالي باش نرجع لسبيرونس صارت عقيلة جديدة مش من عند سي حمدي الحقيقة سي حمدي حضر لي الكونترا وفرح بيا وكل شيء ما في السيف ديما يمشي فاكون سكر تليفونه لعبوا لي اللعبة اخي من بعد ديك كي جاتني الكلوب افريكان صح استنى ساعة الغاز هذوما والعبارات تستعمل فيهم لعبوا لي اللعبة شكونهم ساعة اللي لعبوا والله لا نعرف والله 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 ايه دي خفية شكون خالد والله ما نعرفش عليهم سلم امك شيء والله ما نعرف زي من بعد ديك مشيت ساعات في الكلوب افريكان مدرب الاداره شكون لا لا اداره واداره ومدرب شكون وقت اداره في الترجي في الترجي شكون انت عاتك 2013 هكا ولا صيفه 2013 شكون يدرب في الترجي ميركانزاري وقت ميركانزاري الكره ما يتعداش انت ميركانزاري لا بالعكس وتحومتي انت حبيبات اما برشا قالوا لي هو اللي عاكلك وعبيت تقول لي فما هو شكون عاكلوك دونك رفضوا عودتك للترجي الرياضي التونسي به الحقيقه راهم وفرحان برشا اللي صحتنا وقتها في الكلوب افريكان تلقيت من الاول اوكي ما لقيت مشاكل مع الجمهور من الاول ام بعد خويا وليت محبوب رقم واحد نتاع الكلوب افريكان فرحان على الاخر بالجمهور نتاعها والتو الناس تحبني ونحبهم وربي يفضلهم ما انت عديت معاهم دي مومون اكسبسيونيل ما لقيت حتى صعوبه باش مشيت يعني من
كنت تلعب في الترجي بون صحيح ما مشيتش ديريكتومون لعبت في السيليه والوكر ثم انتقلت للنادي الافريقي ما خممتش ما نحب لي ديفي انا امين نحب لي ديفي نحب قلت لكوب خاطر انا ما عندي مشاكل معهم كل شيء قلت باش نمشي نلعب في الكلوب وباش ننجح فيها وفيكتيفمون نجحت فيها وناس حبتني تو تحبني وقتها اتصل بك سليم الريح سليم الريحي سليم الريحي والامور كانت سليم الريحي وبرهان بسيس وقتها هو بدا برهان بسيس من هنا في قطر يجي 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 قوي برهان بسيس سلموا عليه برشا سلموا برهان بسيس صديقنا وزميلنا السابق في اي اف ام به لعبت الديربي بقميص النادي الافريقي فما تشنج كان زاد وقتها تعاركت انا وياه لتو صاحبي وخويا تعاركت انا وياه وصارت مناشات كبيره لتو ياه انا وياه صحابي جيب حضير الدار شبيه لك ياه تعاركت انا وياه في الماتش في الليل هو يطلب في يوسف يتشكيلوا مني ويوسف يلقى في دوبلا بير نطلب فيه يتشكيلوا من خوه زوز تشكيلوا من بعضكم اليوسف اليوسف لعب دور الوسيط الدور الوسيط كيفاش كان الديربي بقميص الافريقي؟ الحقيقة ملوك دخلت ما فهمت شيء مسانس معناتها مسانس بالتنيو تاع ليسبيرونس دخلت نقرا بالتنيو الكلوب ملول ربع ساعة الأولى ما نجمش نجري معناتها جيتي بلوكي ومن بعد تصرحت وخرجت اختاروني وقتها في النادي الافريقي يعملوا استفتاء تاع جماهير ميور جوار خديت جائزة ميور جوار وقتها الدربيات أحسن دربي عندك خالد بقميص الفريقين دربي لا إله إلا الله محمد دربي ظهلي 2-2 في رادس بونتو يوسف السامي النفزي الكفران لعبت له فيسا وماركيه وعدل وسامي يحيى وقتها في الاخر كوفا بيلانتي 2-2 وقتها 2-2 به واسوأ دربي 3-9 تاع وسام السلام ادغار لوي يلعب في الترجي وقتها عند ديمورايس دي مورايس وقت أسامة منين يشوتي ماركي دي مورايس المدرب دي مورايس عديد الانتقادات كانت فيما يخص الحقيقة أول ما جي رانينا في ستاتونيزيان وبعدك الاسبرانس شريتهم تعرفوا مليح أنت طيارة أخويا عنده خدمة إكسيبسيونية لما نحن لانيرا ما يمشيش معنا دي الكراسة وستيلو ما يمشيش مولا يبش نعطيك اكزامبل آخر في رياضة أخرى في رياضة كرة اليد مدرب برتغالي اسمه باولو بيريرا كان يراني لهنا كان يراني في المنتخب الفتيات ثم رانا الترجي هذه التونسي كابر يخدم باللي جو برو خالد في الكاج هكا كل شنيا قالوا هذا يخدم بالجو برو هنا حالينا حاسين نبروا عليه مدرب هذايا ربح فرنسا معنا في كرة اليد وما أدراك فرنسا وعمل ريجولتا مع البرتغال يعني ديمورايس مشي لانتاليا سبور وعمل مع ديوزيتا بطيارات هز البطولة في كوريا الجنوبية هولي ديمورايس يعمل في نتائج ممتازة حسب ما شفنا في السنوات الأخير به باش نحكيو على المونديال باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي المونديال اللي قعد ناقصك خالد في مسيرتك المنتخب الوطني التونسي يشارك في مونديال قطر مجموعة تضم كل من الدنمارك أستراليا والمنتخب الفرنسي مواجهات نارية تنتظر المنتخب الوطني التونسي الدعم الجماهيري باش يكون حاضر جالية تونسية في قطر تقريبا أكثر من 30,000 تونسي يستناو في المباريات هذا كله نحكي فيه بعد لانفو ترافيك مع إنس ماضي 3:46 دقيقة اليافين بالله نحب ناخذ رايك في مقدم برنامج اللي بعدنا لايف ستار يوسف البحر شنو رايك فيه؟ نسمعوش بيه نحكي على المونديال خالد ناقصك في مسيرتك في السيفي متاعك المشاركة في المونديال مع المنتخب الوطني التونسي أكيد نوع من الحسرة بما أنه 2014 وقت متاه الناش 2010 كيف 2010 على دغنيغ مينوت مع 2010 وقت ربحنا عملنا نور مع نيجيريا هدف وسام الدراجي ثم خسرنا في موزمبيق حسرة خال حسرة كبيرة واحد ملعب في المونديال تقعد له نوار في كاريرو ما كتبت إن شاء الله غالب إن شاء الله الجينيراسيون هذه تعمل حاجة وموا ما في مرة هذه في قطر بيسك عنا أكثر من 30,000 تونسي في قطر علش لي ما نتعديش للتور الجاي إن شاء الله إن شاء الله شفتوا الأمبيونس في الكوباراب اللي في عرب كاب في قطر الملاعب الجميلة والبنية التحتية والجو التونسي تبنا البنية التحتية
حاسيلو لا علاقة باللي ريناه النقل الترانسبور فريمون ان شاء الله يكون مونديال ساعة ممكن باش يكون احسن مونديال ممكن نتصور هكا علي شفته وين خطرنا عاملين المشيط هذيك علي شفته ما انت اللي حضروا فيه حاجة من وراء الاقل ممكن مشكل الوحيد خالد اللي تلقاه مش سكنة انه البلاد صغيرة والاكتظاظ ممكن يقالوا انه الجماهير سيتم ايوائها واسكانها في المدن المجاورة فيما كيما مثلا دول مجاورة كيما ابوظبي كيما دبي به المنتخب الحالي تشوفوا قادر يفرح التوانسة قادر انه يمر للدورة الثانية مجموعة ضم الدنمارك واستراليا والمنتخب الفرنسي بطل العالم في اشتراح حظوظنا خالي في الحقيقة 50-50 كان يحطوا في قلوبهم ويلعبوا معناتها كيما الكوباراب ولا كيما في اليابان ويعمل بريباراسيون باهية وتكون القلوب نظيفة وتكون معناتها الاسبري متاع الولاد معناتها الاسبري متاع غانيور علاش ليه ما يعملوش بيرفورمانس ويتعديو للتور كيما قلت لك الجاي المباراة الأولى ضد الدنمارك شكون هي المفتاح قريب في بالك هي أصعب مباراة في ثلاثة ماتشات هي مباراة الدنمارك خاطر عندهم جمعية أنا نتفرج نتبع معناتها برشا كورة عندهم جمعية قوية برشا كورة سكندينافية كورة كاسحة نقولوا هكا تعتمد على القوة فيزيك. البدنية برشا فيزيك برشا ديسيبليني برشا ديسيبليني تكتيك ما قويين ياسر سيرتو حتى البنية متاع البدن متاعهم بدونيتهم يسون كوستو هي ديما الماتش الأول في التورنوا هذوما الكبار ديما المفتاح متاع الماتش الأول إذا عملنا بيرفورمانس باهي وعملنا ريزيتا باهي راهو الباقي ساهل شنو ترى ممكن ينقص المنتخب الحالي معناها ممكن النقاط اللي يلزم المنتخب يخدم عليها جارديان دو بوت جارديان شوية ديفونس غير مقنعين بشير بن سعيد دايما دحمان يزم لونترنور يعرف شكون يختار واحد فيهم شكون الحارس رقم واحد حسب رايك انت بالنسبه لي دحمان على الباركور اللي عملوا في اليابان وعلى الماتشات اللي عملهم هو يستحق دحمان دحمان والحارس رقم واحد اما في الديفونس وبوست بهين برجلين سورتو محور الدفاع ممكن يلقى استحسان الجماهير الرياضيه التونسيه كل بوجود الطالبي العيفه طالبي. حتى ديلان برون بون ما لعبش برشا في الفتره الاخيره لكن يلقى قيمه فما الغندري فما الغندري ديلان برون بلال العيفه الطالبي تمشي مع بعض ياسين مرياح زاد ممكن ينجم يكون حاضر عنده شويه مشاكل العائل ما خليتهم وسط الميدان العيدوني السخيري عندنا العيدوني عندنا السخيري عندنا غيلان عندنا بالرمضان الزوز اللي انا عندي سكوتابل هما غيلان وبالرمضان الثالث تختار ما بين السخيري والعيدوني وانا بالنسبه لي انا العيدوني خير السخيري يلعب في اف سي كولن خالد ينجم يقعد على البنك ينجم شنو المشكله شنو المشكله ستار في البوندس ليغ اي شنو المشكله هي في الكستار غاديك اما في الكيب ناسيونال مازال ما وراش حاجه كيما يوريو فيها غيلان والحقيقه ودالي على الباركور اللي عملوه عام كامل والعيدوني تشوف انه ممكن ستيل دو جو نتاعو ما يشبهش للملاعبيه الاخرين صحيح ستيل دو جو نتاعو ما يمشيش برشا مع الكيب ناسيونال نتاعنا تكنيس و ماهوش فينو تهزو اما الثلاثه الاخرين قلت لك عليهم حربيين حقيقه ثلاثه حنا بعد المشب مازال بعيد برشا على الكيب ناسيونال الحقيقه حنا بعد مش تو معناتها مازال صغير مازال ما ورا شيء الحقيقه مازال مرة مازال قدام وفما برشا جواريات فما سليتي يوسف فما الجزيري فما الخنيسي فما الخزري اي لكن هو يلعب ويت اكثر اي مازال فما هذاك يعجبني ياسر بن سليمان انيس بن سليمان انيس بن سليمان لكن محبوب الجماهير خالد حنبال جمهور يحب حنبال برشا فمحبوب الجماهير على حسب الكيب ناسيونال فماش اللي يستحق يلعب يلعب الكيب ناسيونال اللي يستحق يلعب يلعب تشوف انه يلزم فراس بالعربي زاد قبله تشوف انه يلزم يخرج اعاره حنبال يلزم يلعب يلزم يقول لي عنده تون جو في صغير راهو حكايه فارغه تترينا في مانشستر مش حكايه تترينا الماتشات هي اللي تقد جوار يقال انه ممكن يمشي للتشامبيونشيب الدرجه الثانيه الانجليزيه يلقى تون جو اكثر شنو المشكل يمشي عادي عام يلعب الماتش الكل
فهمتني يعمل اكسبيريونس كبيره يولي عنده برشا ماتشات في ساقيه خاطر تو تحسه حتى كيابر ما عندوش الريتم تاع الماتشات ناقصه نسق المباريات به يوسف المساك كابتن المنتخب يوسف لما يكون محظوظ في مونديال روسيا 2018 يصاب على مستوى الاربطه المتقاطعه حرمته من المشاركه في المونديال ان شاء الله يوسف يكون حاضر قبل مونديال قطر بدنيا لمواجهه منتخبات الدنمارك استراليا وفرنسا قيمه يوسف المواعيد الكبرى هذه سورتو انه تعرفوا مليح انت يوسف ولعبت معه مانيش انا باش نقول على يوسف ما قيمته ديما فميش توا معناتها انا ديما نقول راه مش خاطر صاحبي ديما نقول ما يتخلقش جوار كيما يوسف اللي تخلقت الكوره ديما هو عنده حاجه زايده على الجوارات الاخرين كيما نيجيريا ما تحب ولا ما تحبش كيب ناسيونال ميتونلول لعبت تكتيك ما دخلت تك تك ماركه كيما الجزائر الحقيقه تحس ليكيب ناسيونال ما غير يوسف حاجه وبيوسف حاجه حتى الماتش الاخراني اللي نتاع الكوب دافريك الاخراني اللي قبل ما يطلعوا لليابان تخلى هو تبدلت ماركه فيها زوز معناتها فما دي جوار كلي معناتها كيما نعرفش انا كيما قبل فرنسا فيها زيدان كيما البرتغال فيها رونالدو فهمت ديما فما كيما الارجنتين فيها ميسي ما فهمت فما جوار اللي قيمة يوسف يعني في المنتخب الوطني التونسي كيما قيمة ميسي في الارجنتين بيان سور باهي فما ساعات كلام يتقال انه يوسف هو يحكم يوسف يفرض على الملاعبيه يفرض على على الاطار الفني بعض الاختيارات مثلا بلال عيفة كان حاضر معايا منذ زوز اسابيع قال انه الكلام اللي يتقال على يوسف كل غلط رايك غلط غلط الكلام هذا يحكم فما يحكم في الكيب ناسيونال وفي الانترونور ما شو انت معاش انترونور فماش فحتى راهو يكذب عليك العباد تبدا تزيد ما فماش من الحكايه هذوما راه باه ملاعبي من جيلك يعني ولو انه انت تعرف خالد نجم تلعب المونديال مازلت صغير 36 سنه مازلت نجم تلعب علاش بطلت الكوره بكري علاش بطلت الكوره بكري كاو قلقت مشاكل صارت ولو انه معناه بدنيا خالد القربي او حتى المستمعين اللي ما همش يتفرجوا في الاي اف ام تي في في اللايف راه خالد القربي حاضر معناه بدنيا تنجموا تدخلوا وتشوفوا به ملاعبي من جيلك انت اللي يستحقوا المنتخب الحالي لاعب من جيلك يستحقوا المنتخب الحالي ولو انه جيلك هو مش بعيد برشا على الجيل الحالي جيل 2010 هكا لاعب نجم يعاون تو عصام جمعه عصام الغدار لا الهدف التاريخي المنتخب بلبولي بلبولي الحارس بلبولي بما انه انت قلت انه نقطه ضعف المنتخب هي حراسه الملعب ايه رايك في جلال القادري تعامله مع المباريات جلال القادري اللي كان مدرب مساعد ثم اخذ مكان منذر الكبير بعد اقالته انا نعرف سي جلال قدم له تحيه رانيني في الاولمبيك عملنا وقت بيرفورمانس كبيره معه في الاولمبيك ناسيونال الحقيقه عنده برشا باجاج وانا مش بايتوني اللي قاعد يعمل فيه تو مع ليكيب ناسيونال خاطر نعرفه بيرسونيلمون انسان رجل وخدام وعنده برشا باجاج كروين وان شاء الله ربي يخليه ويخدم الون تيرم خاطر باش يعمل حاجات باهيه في ليكيب ناسيونال كانت فما انتقادات تقول انه جلال القادري تنقص الخبره ما عندوش السي في باش يدرب المنتخب الوطني التونسي خاطر عاقل ومتربي وشادد روحه وشادد بابوشته ومش ظاهر اما اللي عملوا راهو في ستاد تونيزيا ولا في جمعيه اللي رانيهم ولا عملوا معنا وقت عام ونصف ليكيب ناسيونال الاولمبيك ارجع للتاريخ تشوف يمكن خسرنا كان ماتش ولا اثنين وقت عام ونص على مثلا متفائل انت مالا بخصوص مونديال قطر انا متفائل نمروا للدوره الثانيه ان شاء الله ان شاء الله نربحوا الدنمارك عطينا نلعب ماتشات باهيين نلعبوا بقلايب ونفرحوا العباد ان شاء الله ربي يسهل نبداو ب 3 بوان ان شاء الله ضد الدنمارك وبعد جينا استراليا انا عندي شي كونفيون اللي نحن كونتر فرنسا باش عنديو ماتش كبير وماهمش يربحونا لعبنا معاهم انا لعبت معاهم مرتين اون 2008 في فرنسا وانا معاهم انا ولعبنا معهم لهنا عند سامي ترابلسي عملنا معهم زادة أنا وقت مركة في عصام جم ماتش فرنسا مشكورة بركة واعتبارات تاريخية وبرشا حاجات تدخل في الحساب وقت شكرا لك خالد على رحابة صدرك ميرسي بوكو أنا حضرت معنا كان حوار الحقيقة في ساعة عدة شكرا لك خالد وإن شاء الله تكون حاضر معنا في قادم المواعيد بعد شوية تسمعوا يوسف البحري في لايف ستار احنا نتقابله غدوة نفس التوقيت ماضي 3 ل 4 في سيف سبور باي باي اف اس سبور سيف برعايه تونس بيت اف ام سبور سيف